بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب فيكم مشاهدينا الاعزاء، مشاهدي القناه ثالثه الرياضيه وبرنامجكم برنامج كروسفيت، معاكم كابتن حسين السعد. من خلال تماريننا في هذا البرنامج نطور نفسنا كلاعبين كروسفيت منافسين. التمارين في هذا البرنامج تساعدنا ان احنا نوصل الى مستويات افضل في هذه اللعبه. حتى اذا كان مستواك متوسط او مستواك مبتدئ انترميديت او سكيل، فانا احاول اني ابسط لكم التمارين كابسط ما يمكن. صحيح التمارين تمارين عامه، ولكن انا احاول اني اساعدكم انكم تستخدمون الوزن المناسب، التكنيك المناسب، اعطيكم دريلز يساعدكم ان تتعلمون المهاره علشان توصل الى مستوى افضل. حتى اذا كنت تدور على لعبه لايف ستايل تساعدك في تحسين صحتك بشكل عام، تساعدك في تحسين قراءات تحاليلك الطبيه مثل الجلوكوز، ارتفاع ضغط الدم، الكوليسترول وغيرها، فهذه اللعبة ممكن تساعدك بشكل جدا فعال، ان هي تساعدك في زيادة البناء العضلي ونزول الدهون وتحسين شكل الجسم بشكل عام. والسبب ان هذه اللعبة فيها التنوع الكافي ما بين تمارين البناء العضلي وتمارين التحمل او تمارين الكارديو، فتعطينا الهدفين، زيادة البناء العضلي ونزول الدهون وتحسين الصحة بشكل عام. قبل ما ابدا واشرح لكم تمارين لحلقة اليوم، يحتاج ان احنا نسخن اجسامنا. التسخين راح يساعدنا ان الجسم يكون جاهز علشان يؤدي افضل اداء ممكن بالنسبه حق التمرين، خاصه ان اليوم بارت A في تمريننا لحلقه اليوم راح يكون عباره عن نسبه 95% ديد ليفت وكذلك بوش بريس، فيحتاج ان احنا نسخن بشكل جيد عشان نقدر نلعب ارقام جيده بكفاءه عاليه. راح يكون تسخين عباره عن دقيقتين على جهاز الاير رانر، اذا ما كان عندي جهاز جري او اير رانر راح اسوي 400 متر او 1 لاب. بعد ذلك راح نسوي دقيقتين على جهاز السي 2، احرك الاقدام بشكل جيد عشان اسمح لتدفق الدم في هذه العضلات. بعد ذلك راح نروح لجهاز الاسالت بايك، راح احرك اكتافي وكذلك لوح الكتف وعضلات الظهر، كذلك عضلات الاقدام، فممكن اكون حركت كامل الجسم، صارت عضلاتي كلها جاهزه. بعد ذلك راح اروح واسوي دقيقتين كذلك على جهاز الرو، راح اسحب، اشغل الكور، اشغل الكوادز، اشغل عضلات الكتف والظهر، فتقريبا يكون لامست جميع العضلات وسخنت جميع العضلات علشان تكون جاهزه حق التمرين. فخلونا نبدا وياكم ونشوف تسخين مع بعض. أعزائي المشاهدين، بعد ما انتهينا من الورم اب مثل ما انتم شايفين زادت نبضات القلب، زاد استهلاكنا للاكسجين، وهذا كله راح يروح حق العضله ويعطينا تمرين افضل واكثر كثافه. راح نبدا ونسوي وياكم بعض الاسترتشات اللي تساعدني في زياده المدى الحركي، وانا كلاعب كروسفيت كل ما كان عندي مدى حركي اكثر، كل ما كان جسمي اكثر مرونه، اقدر اني ادي التمرين بشكل افضل واحمي جسمي من الاصابات. راح نبدا وياكم التسخين او
الستريتش الأول واللي هو World Greatest Stretch. كل بساطة راح أكون واقف مكاني، أخذ خطوة كبيرة إلى الأمام، راح أخلي القدم اليسار على الأرض والقدم اليمين مثل ما أنتم شايفين 90 درجة. راح أحاول أن أخلي الكور مع الهب في مكانهم المناسب، يعني ما يكون متقدم إلى الأمام بشكل مبالغ فيه ولا يكون إلى الخلف بشكل مبالغ فيه. ودائماً أحاول لما أسوي استرتشات ما أضغط على نفسي بشكل قوي وأجبر نفسي على أني أزيد المدى الحركي، لأن هذا ممكن راح يسبب لي إصابة. أحاول أني أتنفس وأساعد جسمي أنه هو يوصل إلى أكثر أو أقصى مدى ممكن حركي. فراح يكون هذا استرتش حق عضلة الهب فليكسر اليسار. أحاول أنه أتنفس كل 5 إلى 10 ثواني، أتنفس وأروح خطوة إلى الأمام فقط لمدة دقيقة. راح يكون استرتش حق عضلة اليسار. بعد ما تنتهي الدقيقة راح نغير ونسوي استرتش حق العضلة اليمين. بعد ما ننتهي من هذا الاسترتش أعزائي المشاهدين راح ننتقل إلى استرتش ثاني، راح يكون حق عضلات الكور وكذلك حق عضلات لوح الكتف. بنفس الطريقة تقريبا أخذ خطوة إلى الأمام، لكن هالمرة راح أخلي إيدي على الأرض وراح أروح وألف لوح الكتف إلى أقصى مدى ممكن إلى الأسفل، بعدين ألتف إلى الأعلى. هذا الاسترتش راح يساعد في زيادة المدى الحركي لعضلات الكور وكذلك راح يحسن من المدى الحركي لعضلات لوح الكتف. بعد ما انتهينا اعزائي المشاهدين من هذا الاسترتش راح انتقل واسوي استرتش. بما ان بارت A لتمريننا اليوم راح يكون تمرين الديد ليفت، فاحتاج اني ازيد المدى الحركي حق عضلات الفخذ الخلفيه وكذلك عضلات الظهر. فراح اخلي القدم قريبه من بعض وراح احاول انزل لاقصى مدى ممكن. ممكن نسوي هذا التمرين أو الاسترتش، نحاول إن إحنا كثر ما طولنا إلى الأسفل كان أحسن، ممكن نعيده مرة مرتين ثلاثة. يعتقد البعض إن تمرين الديد ليفت هو تمرين يمرن عضلات الظهر الخلفية، ولكن يعتبر أو عضلات الظهر السفلية واللي هي القطنية، ولكن يعتبر تمرين الديد ليفت من أكثر التمارين شمولية وتمرين يمرن عضلات كبيرة وكثيرة في الجسم. أكثر العضلات اللي تتأثر في هذا التمرين وتتمرن في هذا التمرين هي عضلات الهامسترينج، فحاول أن أسوي استرتش حق هذه العضلات عشان تسمح لي أن أنا أتمرن بشكل أفضل. فممكن نعيد هذا التمرين مرتين ثلاثة علشان نسوي استرتش حق هذه العضلات ويكون جسمنا جاهز. بعد ما ننتهي من هذا الاسترتش راح ننتقل للاسترتش الأخير واللي هو راح يكون حق عضلات لوح الكتف. أحاول أن أخلي الإيد أمام الجسم بالطريقة هذه، أسحب من لوح الكتف إلى أقصى مدى ممكن إلى الخلف، بعد ذلك أدفع إيدي إلى أقصى مدى ممكن إلى الأمام. ممكن أعيد هذا التمرين من 10 إلى 15 مرة ولكن بشكل بطيء. دائماً استرتشات أحاول أسويها بشكل بطيء علشان أستفيد، يعني لما أسوي التمرين بشكل سريع جسمي ما استفاد شيء، لكن أحاول أني أدز إلى أقصى مدى ممكن وأصبر عليه 2 إلى 5، بعد ذلك أسحب إلى أقصى مدى ممكن وأصبر عليه 2 إلى 5. هذا راح يزيد من الاستفادة من هذا الاسترتش لأقصى مدى ممكن. بعد ما انتهينا أعزائي المشاهدين من الوارم أب وكذلك استرتشنج، ننتقل إلى بارت A من تمريننا اليوم. راح يكون بارت A عبارة عن جزئين، الأول واللي هو تمرين الديد ليفت. راح نأدي تمرين 4 جولات في نسبة 95% من أقصى وزن نقدر نرفعه. شنو أهم الملاحظات اللي ممكن أقول لك إياها علشان تأدي تمرين الديد ليفت بشكل جيد؟ رقم 1 وقوفي على البار. نشوف كثير من اللاعبين لما يوقف يكون بعيد عن البار، لا، يفضل أن جسمك يكون ملامس للبار علشان يكون مركز القوة قريب من الثقل، فهذا يعطيك مجال أكثر أنك ترفع وزن أعلى. فأول شيء أكون قريب من البار.
ثاني شيء القدم، وين راح تكون؟ هل راح تكون القدم واسعة بشكل كبير مثل تمرين السومو ديد ليفت؟ وهذا طبعا ممكن ان احنا نرفع فيه اوزان عالية، ولكن بالنسبة حق البناء العضلي لا يعتبر افضل تمرين. او ممكن تكون قريبة بشكل كبير نفس تمرين الرومانيان ديد ليفت واللي راح يركز على عضلات الهامسترينج والظهر. لا، احنا نبي نأدي التمرين الديد ليفت بالشكل العادي، فراح تكون تقريبا القدم على مستوى الكتف. هذا رقم واحد. بعد ذلك نزولي على البار، احاول نشوف كثير من اللاعبين لما ينزل على البار ينزل بالطريقه هذه ويسحب، وهذا طبعا راح مثل ما نقول راح يركز بشكل كبير على عضلات اسفل الظهر، ولكن ما راح يشغل عضلات الفخذ واللي هي جزء كبير من قوتنا. فحاول ان انزل بالهب الى اسفل عشان استفيد من عضلات الفخذ باكبر شكل ممكن. راح امسك البار، دائما احاول ان يكون كتفي الى الخلف، صدري الى الاعلى، اتخيل ان قاعد ادز الارض الى الاسفل وانا اصعد الى الاعلى، صدري نفس الشيء يكون الى الامام، ما نزل صدري الى الاسفل علشان احرك عضلات الفخذ بشكل اكبر. كذلك احاول بالستارت، اشوف كثير من اللاعبين لما يبدا الستارت يكون ستارته صحيح، بس اول ما يرفع او يبدا الوزن يرفع الهب، بعد ذلك يرفع الوزن. طبعا انا ما استفدت من القوة الكبيرة اللي موجودة في عضلات الفخذ لاني فردت هذه العضلات قبل ما ارفع الوزن، لا، احتاج اني اول ما ابدا ارفع الوزن وافرد هذه العضلات عشان استفيد منها اكثر استفادة ممكنة. فول اكستنشن، كتفي يكون خلف البار، بعد ذلك اثني الركبة وانزل بنفس الطريقة. هذه الطريقة الصحيحة لاداء التمرين. مثل ما قلنا التمرين اليوم راح يكون 4 جولات في نسبة وزن 95% وعدتين. طبعا مو بالضرورة اني انا ابدا على طول بوزن 95، ممكن ابدا بوزن 70 عدتين، بعد ذلك 80 عدتين، بعد ذلك 90 عدتين، بعد ذلك ادخل على 95 عشان جسمي وعضلاتي تكون جاهزة. فخلونا نشوف الطريقة الصحيحة لاداء التمرين. طبعا تمرين الديد ليفت من اكثر التمارين اللي حوشنا فيه بلاك اوت، وسبب انه الدم يكون نزل اسفل الجسم، فصعود الدم الى المخ يكون شوي يتاخر. فانا احاول شنو اسوي؟ اول شيء اهتم بالترويه بشكل جيد، ثاني شيء احاول اني اكل وجبه قبل ساعه الى ساعتين من اداء التمرين بالوزن العالي، ثالث شيء احاول لما انزل بالوزن انتظر ممكن ثانيتين ثلاثه بعد ذلك أقوم عشان يمدي الجسم أن يكون ارتفع الدم ووصل إلى المخ. أعزائي المشاهدين، بعد ما ننتهي من تمرين الديد ليفت راح ننتقل للتمرين اللي بعده واللي هو تمرين البوش بريس. نفس الشيء راح تكون النسبة 95%. تمرين البوش بريس يعتقد البعض أنه بس تمرين حق عضلة الكتف، ولكن في الحقيقة هذا التمرين أستخدم فيه عضلات الفخذ بشكل كبير، أنزل وأدفع الوزن إلى أعلى. شنو أهم الملاحظات اللي ممكن أقول لك إياها عشان تأدي تمرين البوش بريس بشكل جيد؟ رقم واحد، سواء أخذنا الوزن من الأرض أو أخذنا الوزن من الراك، أول شيء راح أسوي إن الوزن يكون على كتفي. أشوف كثير من اللاعبين لما يأخذ الوزن يكون على صدره أو أمام الجسم، طول الوقت هو محمل الوزن على الريست وعلى الكوع وعلى الكتف وشايل الوزن بالطريقة هذه. لا، حاول إنك ترفع كوعك وتسند الوزن على كتفك. فأول شيء أخذ الوزن على كتفي، ثاني شيء أحاول أنه مثل ما تشايفين أسكر لوح الكتف، ما يكون لوح الكتف مفتوح، لا، أحاول أنه أسكر لوح الكتف. ولذلك قبل شوي إحنا أخذنا تمرين أو استرتش حق عضلات لوح الكتف عشان أقدر أتعلم شلون أفعلها. فأحاول أني أسكر لوح الكتف، كتف كوعي إلى أعلى، صار جسمي مستقيم، لما أنزل أنزل بشكل مستقيم، بعد ذلك أدفع الوزن إلى أعلى. شوف كثير من اللاعبين لما ينزل خلاص فتح لوح الكتف، نزل ظهره الى الامام، خلاص راح الوزن بعيد عن مركز القوه. فشن راح اسوي؟ احتاج انه مره ثانيه اسكر لوح الكتف واصعد عشان ادفع فوق، وهذا يحتاج كثير من الطاقه راح تضيع. لا، حاول انك تسكر، تنزل بشكل مستقيم، تدفع الوزن بشكل مستقيم اعلى الجسم. راح نشوف الطريقه الصحيحه لاداء التمرين.
مثل ما انتم شايفين اعزائي المشاهدين، الكتف كان الى كوعي، كان الى اعلى، مسكر لوح الكتف، شدينا الكور، الهب شيء بسيط الى الخلف، نزلت بالقدم بشكل مستقيم، طلعت القوه من عضلات القدم ودفعت الوزن الى اعلى فول اكستنشن. بعد ذلك لما انزل الوزن واستلمه احاول بالاستلام انزل شوي الفخذ عشان ما يصطدم الوزن بكتفي ويسبب لي ممكن الم، لا احاول اني استلمه بشكل لطيف، بعد ذلك ادفع الى اعلى. بعد ما ننتهي من 4 جولات في عدتين نسبه 95% نكون انتهينا من بارت A لتمريننا اليوم وننتقل الى بارت B. أعزائي المشاهدين، بارت بي بالنسبة لحلقتنا اليوم أو تحدي اللياقة البدنية. التمرين ما راح يكون سهل، ولكن الذكاء بهذا التمرين شلون توزع جهدك أو شلون توزع طاقتك أو شلون تروح بالبيس مال هذا التمرين. التمرين راح يكون عبارة عن 10-20-30، راح يكون عبارة عن ديد ليفت، والوزن اللي راح استخدمه راح يكون 205 باوند أو تقريبا بحدود 95 كيلو. بعد ذلك راح يكون بوكس جامب اوفر، فلا يغرك ان اول شيء 10 عدات فتروح ان بروكن، بعد ذلك ال20 ممكن توصل 15 عده ان بروكن، بعد ذلك تطق بريك، لا حاول انك توزع جهدك بالطريقه المناسبه بحيث ان لما تخلص ال10 وال20 يكون عندك طاقه انك تروح ال30 بنفس الطريقه. انا افضل انك انت تقسمها قد ما تقدر، مثلا الديد ليفت راح يكون 5-5، البوكس جمب اوفر انك تسوي بوكس جمب اوفر ستيب داون، اول شيء البوكس تكون قريب من البوكس قد ما تقدر، بعد ذلك لما تسوي جمب على البوكس تسوي ستيب داون لما تنزل من البوكس بالطريقه هذه، مثلا جمب انزل بعد ذلك جمب انزل ستيب داون، ما اسوي ريباوندد، اكون قريب من الوزن قد ما اقدر، يكون جسمي منخفض قد ما اقدر، يعني ما اسوي جمب وجسمي عالي بالطريقة هذه، راح يكون أصعب بالنسبة لي أو يحتاج مني طاقة أكثر، أحاول أن جسمي يكون راخي. طبعاً بالنسبة حق اللاعبين اللي ما يقدر يسوي جمب على هذا الارتفاع ممكن يقلل الارتفاع إلى هذا الارتفاع، ولكن ما أبي منك أنك تسوي ستيب أب بالطريقة هذه، لا راح يكون مستوى جداً جداً مبتدئ، فيفضل أنك تسوي جمب. إذا ما قدرت أحسن عشان تتعلم أنك تسوي جمب انك تستخدم بليت او اي شيء ارتفاعه اقل من هذا البوكس، مثلا البنش او اي شيء ارتفاعه اقل، بحيث انك تسوي جمب الى الاعلى بعد ذلك تنزل، وهذا راح يخليك شوي شوي، مثلا اذا استخدمنا 20 كيلو تسوي عليها جمب، الاسبوع اللي بعده بعد اسبوع اسبوعين تستخدم 40، ثنتين مثلا، بعد ذلك راح تستخدم 3 لغايه ما توصل حق هذا الارتفاع، جسمك يكون تعود، تصير ما تخاف انك تسوي جمب، فراح تسوي جمب بشكل افضل. مثل ما قلنا حاول انك هني توزع الجهد، ما تروح وايد سريع، هني حاول انك تقسم التمرين قد ما تقدر عشان توصل وتخلص ال 30 من غير ما يحوشك فتيك وتصير الراحه طويله بين كل عده والثانيه. اذا عزيزي المشاهد جهز ساعتك، خلينا نشوف ايش كثر الوقت اللي تقدر تخلص فيه التمرين، وخلونا نبدا ونشوف جزء من التمرين مع بعض. أعزائي المشاهدين، في نهاية هذا البرنامج خلونا ناخذ معلومة غذائية صحية. يسألني البعض شنو الأكل أو شنو مصدر الماكروز مثلا أو غيره اللي إذا أكلته يساعدني في زيادة البناء العضلي. طبعا لما يكون أكلي قاعد أخذ احتياجي من سعرات الحرارية، رقم 2 قاعد أخذ الكمية الكافية من البروتين، هذا راح يساعدني على زيادة البناء العضلي كأفضل صورة.
ولكن يعتبر العامل الأهم في عملية البناء العضلي هو تمرين المقاومة يوصلني أو التمرين اللي يوصلني إلى مستوى الفشل العضلي أو قريب من الفشل العضلي. إذا قدرت أني أوصل إلى هذا المستوى، الفشل العضلي يعتبر الفشل الوحيد المفيد أو الناجح في هذه الدنيا، واللي يساعدني أن أنا أقدر أزيد من البناء العضلي وأقدر أتطور في البناء العضلي. أعزائي المشاهدين، أتمنى استمتعتوا ويانا في تمريننا لحلقة اليوم. نشوفكم في حلقات قادمة بإذن الله. حياكم الله السادة المشاهدين في برنامج كروسفيت، وحلقة جديدة وموضوع جديد نحاول نعرج عليه عشان نبين أهميته بحيث أنه يفيدكم في حياتكم اليومية. موضوعنا اليوم عن موضوع الجري واختلاف أنواع الجري. مثل ما احنا عارفين، الجري في مرات المسافات الطويلة، وفي مرات يكون الإنسان رياضة الجري لكن مسافة السبرنتات أو السرعات أو المسافات القصيرة. ففي نوع تقريبا من الرياضات اللي نتكلم فيها عن الجري. خلنا نتكلم تفاصيل الجسم، تفاصيل العضلات في خدمة هذا النوعين من رياضة الجري. إذا تكلمنا عن رياضات المسافات الطويلة، ليش أكو بعض الناس متخصصين في هذه الرياضات؟ تكون المسافات الطويلة مثل الماراثونات اللي هو 42 كيلو، أو المسافات الطويلة 20 كيلو نص ماراثون، يكون هذا تخصصه. على عكس بعض الناس اللي تخصصهم المسافات القصيرة جدا اللي هو 100 متر مثلا، هذا رياضته ما يقدر يركض 10 كيلو ولا 20 كيلو، يركض 100 متر أو 200 متر اللي هي مسافات جدا قصيرة في سرعات عالية. على عكس الشخص الأول اللي يركض مسافات طويلة وماراثونات لكن في سرعات أقل من الأداء. إيه تفسير هذا الموضوع؟ من خلال الخلايا العصبية أو خلايا العضلية عند الإنسان. في أنواع كثيرة من هذه الخلايا. في إنسان يكون عنده الخلايا المسؤولة عن قدرة التحمل، بالتالي يكون هو مبدع في المسافات الطويلة. وفي إنسان رياضي ثاني يكون عنده الخلايا العضلية والعصبية أفضل وأكثر من ناحية المسؤولة عن السرعات، بالتالي يكون مبدع ونتائجه جدا وداء الرياضي ممتاز في المسافات القصيرة اللي تكون على سرعات عالية. فالعامل الوراثي وعامل العضلات والأعصاب اللي تتكون منها العضلات يلعب دور مهم في اختيارنا لنوعية الرياضة لو نتكلم عن رياضة الجري، لأن كل شخص له خلينا نقول تكوينات محددة، عضلات محددة، أعصاب ونوع من الألياف العضلية محدد يخدمه في الجانب هذا. فبالتالي مهم جدا أن احنا نعرف شنو نقدر يتكون من جسمنا، وبالتالي أقدر أختار الرياضة المناسبة لجسمي. الحين في كثير من خلينا نقول الفحوصات اللي نقدر نستشف منها نوعية هذه الأعصاب اللي إحنا تكون منها عضلاتنا. هل هي تخدم السرعات السريعة في مسافات قصيرة أو لا المسافات الطويلة في سرعات نوعا ما أبطأ؟ هذا الشيء إذا احنا عرفناه معلومة جدا مهمة، بحيث أن نوحد قدرة الجسم مع متطلبات الجسم أو متطلبات الرياضة اللي احنا نسويها. فإذا أنا اكتشفت مثلا أنا عضلاتي أو كمية الألياف العضلية المسؤولة عن قدرة التحمل كثيرة، بالتالي نقدر أنا أروح أمارس الرياضة، رياضة الجري للمسافات الطويلة. وعلى العكس تماما، إذا أنا اكتشفت أن مثلا الخلايا العصبية والخلايا العضلية في عضلاتي أكثر من ناحية اللي تؤدي السرعات والسبرنتات، بالتالي أنا أكون ألعب رياضة الجري في السرعات أو المسافات القصيرة، كنا متميز في هذا النوع من أنواع الجري. فبالتالي معرفتنا لتكويننا الجسماني، وبالتالي نوصل هذه المعلومات اللي يستفيدون منها خلينا نقول مدربين الجري، راح تفيدنا في تحسين أدائنا الرياضي سواء كهواة أو كمحترفين. فالمعلومات اللي احنا نستشفها وناخذها تكون نعتبرها ككنز
يوجهنا في النوع الرياضة اللي احنا نسويها عشان الأداء الرياضي يكون أمثل، عشان نحسن من أداء الرياضة لأنه يتوافق مع تكوين الجسم وتكوين الخلايا العضلية اللي احنا خلينا انولدنا فيها. فبالتالي اهتمامنا حق هذه المعلومات البسيطة الدقيقة لها أثر كبير في تحسين الأداء الرياضي. فهذه المعلومة خلينا نقول بحكم أن رياضة الجري صارت رياضة جدا شائعة، ما شاء الله هذا شيء احنا نحبه، الناس عددها زاد من ناحية سواء من الشباب أو البنات في ممارسة هذه الرياضة المهمة جدا. فقلنا نعرج على هذه النقطة المهمة ونعرف خلينا نقول كل إنسان شنو نوع العضلات والخلايا العصبية وخلايا العضلية اللي تكون منها جسمه، بالتالي يكون اختياره لنوع رياضة الجري مبني على أساس علمي. هذا كله راح يخفف من نسبة الإصابة بالمفاصل وإصابات العضلية للعدائين خلينا نقول أو اللاعبين اللي يلعبون رياضة الجري، لأن جسمه قاعد يخدم الرياضة اللي هو قاعد يسويها. فهذه معلومة جدا مهمة، بالإضافة إلى خلينا نقول التوجيه من المدربين الرياضيين بحكم خبرتهم بحكم ممارستهم لهذه الرياضة، بالإضافة إلى الدكتور العلاج الطبيعي اللي يقدر يحط لك خلينا نقول متى تقدر أنت تزيد في هذا المجهود، متى أنت توقف بحكم الألم الموجود، يكون في تناسق وتواصل متكامل ومستمر بين الفريق الطبي، وليس فقط يكون خلينا نقول شخص واحد أو قرار شخصي بين مثلا دكتور العلاج الطبيعي أو قرار شخصي من مدرب الجري اللي مع الرياضي، فيكون فريق كامل مبني على عوامل طبية، عوامل علمية، وعوامل الخبرة اللي تكونت عند هذا المدرب من خلال تجاربه على مر السنين. فبالتالي نوعية الرياضة يجب أن تكون مبنية على أساس علمي، بالتالي أن لما نوصل إلى الهدف النبي تكون في أفضل حالة، في أقل نسبة إصابات، في أقل خلينا نقول مخاطر، عشان الأداء الرياضي يكون أفضل. فبالتالي احنا نحفز هذه الرياضه وناكدها ونخلي كل الناس تزيد في ممارسه رياضه الجري لانها فوائدها لا تعد ولا تحصى، وناخذ في عين الاعتبار هذه النصائح اللي تحسن من الاداء باذن الله وتقلل من نسبه الاصابات ان شاء الله. نشوفكم على خير في حلقه جايه في برنامج كروسفيت، ومع السلامه.